أهلا بكم من جديد حضرات السادة المشاهدين، والفقرة الحوارية الثانية والتي خصصناها للحديث عن الإرهاب التركي القطري في الأراضي الليبية والذي استمر لقرابة 8 سنوات وكان هدفه إثارة الفوضى في البلاد في وقت حرج من تاريخها. نناقش ذلك مع ضيفنا دكتور حسين الشارف الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي. أهلا بك. أهلا وسهلا بك نورتنا. أهلا وسهلا بك. الله يخليك. عايز ابتدي من الدعم القطري التركي للإرهاب في ليبيا. ليه تركيا وقطر بيدعموا الإرهاب في ليبيا، وليه من مصلحتهم ان الأوضاع تفضل متأججة وما تهداش، الدنيا تسير لخطوات الى الامام؟ اولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انت حقيقة تعرف ان ما حدث بعد احداث 2011 في ليبيا، اسقاط النظام السابق، سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على المشهد السياسي في ليبيا، وهي أصبحت الذراع الضارب في كل الملفات السياسية والاقتصادية. سيطروا على البرلمان التشريعي اللي هو المؤتمر الوطني المنتخب، أول مؤتمر منتخب. ضحكوا على الـ على الـ على الـ على الشارع الليبي، قاموا الليبيين بالتصويت بإعطاء أصواتهم، دخلوا فيما يسمى بمؤسسات أحزاب، وفي ليبيا لا يوجد مثلا قانون ينظم الأحزاب وما إلى ذلك. سيطروا على سلطة القرار داخل القرار، سلطة التشريع داخل ذلك البرلمان المنتهي. الخطوة الأولى التعليمات الصادرة من تركيا وقطر بإعفاء كل رجال المؤسسة العسكرية، أحالهم إلى التقاعد في ظرف يعني ليبيا تحتاج إلى بناء مؤسسة عسكرية آنذاك بعد أحداث 2011. أضيف إلى ذلك يعني أقروا قانون العزل. ده من خلال يعني التعليمات دي بتنفذ من خلال قطر، واليد الضاربة هي الأب الأكبر لهم وهي تركيا. من ينفذ هذه التعليمات داخل في الداخل الليبي؟ في الداخل الليبي عن طريق المرشد علي الصلابي، هو اللي مسيطر على موضوع الاستلام السياسي او جماعه الاخوان المسلمين، وهو يصدر تعليماته للسلطات سواء كانت التنفيذيه او التشريعيه في البلد انذاك. صدروا قانون العزل السياسي، وهو تفريغ مؤسسات الدوله من القيادات ومن الخبراء وما الى ذلك، يعني بحجه انهم كانوا يعملوا في النظام السابق، مثل ما حصل في مصر بيسموهم الفلول، هناك في ليبيا كانوا بيسموهم الازلام، واسقطوا عنهم بقانون يعني غطاء الوطنية، يعني أصبحوا غير وطنيين غير مرغوب فيهم لأنهم عملوا في ذلك النظام. أضف إلى ذلك أن طوال مراحل يعني المراحل السابقة يعني تركيا لم تغيب على المشهد السياسي الليبي، كذلك قطر لم تغيب على المشهد السياسي الليبي والاقتصادي الليبي. ما حدث من فوضى الآن نحن نشوفها، حكومة وفاق، حوار اللي صار في الصخيرات، الليبيون الذين يجتمعون في الخارج، لم يغيب مندوبي الدولتان عن 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 تلك المفاوضات، وهم من يسيرون وهم من يعرقلون الوصول الى حل سياسي حقيقي في ليبيا، لانهم هم يدعمون جماعتي الاخوان المسلمين والجماعه الليبيه الاسلاميه المقاتله احدى فروع تنظيم القاعده في ليبيا. عن طريق جماعه الاخوان المسلمين عندنا علي الصلابي وباقي الزمره الخاصه به، الجماعه الليبيه الاسلاميه المقاتله يقودها امير التنظيم عبد الحكيم بالحاج، وهو شخصيه معروفه. وفروا لهم المال، وفروا لهم الإعلام، القنوات الإعلامية، وأصبحوا يثيرون الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب الليبي بمساعدة قناة الجزيرة القطرية المعروفة. دعموا الإرهاب يعني في مناطق متعددة في ليبيا، درنة، بنغازي، حولوا هذا صراع فكري تطرف في جنوب البلاد، لا يشتغلوا على الصراع العرقي بين العرب وبين الطوارق والتبو. في غرب البلاد يعني النسيج الاجتماعي ضعيف، لا توجد مثلا الحكماء والعقلاء بالقدر العالي والكافي اللي موجود في المنطقة الشرقية في ليبيا. اشتغلوا على الفتنة المناطقية، أصبحت مدينة تهاجم مدينة، مدينة تقاتل مدينة، أصبح الدم منتشر بين تلك المناطق. الهدف من رجع سؤالك هو زعزعة أمن واستقرار ليبيا لكي تكون ليبيا مهدد لدول الجوار وبالتحديد مصر. ما حدث من مشاهد من 2011 كان الهدف منه ليس إسقاط ليبيا أو إسقاط تونس فقط، ولكن الهدف الرئيس كان هو إسقاط
مصر، لأنهم يعرفوا جيدا أن إسقاط مصر ستسقط الأمة العربية لا قدر الله شنو بأكملها. هذه المؤامرة الدولية اللي حدثت على 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 شمال أفريقيا برعاية الدول الكبرى في مثل فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية هي صنيعتهم. الهدف منها هو إسقاط مصر لكي تكون بوابة إسرائيل مؤمنة. وهذه الحقيقة نحن لا نجامل ولا نحكي في كلام من جاي من عواطف. أضف إلى ذلك ليبيا دولة ليست بالدول الفقيرة، ليبيا دولة غنية تنعم بخيرات، تنعم ليبيا من شرقها لغربها شمالها لجنوبها كلها كله، ولا زالت بكر. يعني الاقتصاد الآن ريعي في ليبيا هو نفط، ولكن لدينا مثلا 1950 كيلومتر بحر صافي بكر، لدينا صحراء يعني طاقة شمسية يعني مساحات كبرى. وناهيك عن ذلك أن ليبيا تتمتع بخمس دول جوار حدود طبعا. يعني خمس دول جوار، يعني ليبيا شعب قليل أرض كبيرة ضخمة، فهي مطمع للأجندات الدولية ومطمع لهؤلاء. من هنا خلينا نروح نشوف تقرير عن دعم قطر وتركيا للإرهاب والصراعات وتأجيج الصراعات في الداخل الليبي. جزء من مخطط واسع لهما في المنطقة، تحاول تركيا وقطر جاهدتان زعزعة استقرار الأمن في ليبيا، بدءا من السلاح التركي مرورا بالتمويل القطري انتهاءا بالدعم على جميع أشكاله للميليشيات المسلحة الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي الذي يرعاه رجب طيب أردوغان وصديقه تميم بن حمد الذي خرج عن الصف العربي معاديا بعد فشل التنظيم الإرهابي في السيطرة على قلب الوطن العربي. نجحت الجيش الليبي على الأرض في مواجهة الميليشيات الإرهابية ووقف أمام الطموحات القطرية التركية في البلد الغنية بالنفط كحجر عثرة، إلا أنهم وعلى طريقة الثعابين تلتف قطر وتركيا حول هدفهما تحت ستار آخر، وهو المساعدات الإنسانية خصوصا في منطقة الجنوب الليبي عبر منظمات مجتمع مدني تعمل بإشراف الإخواني الليبي للصلابي، حيث تستغل الدوحة الظروف المعيشية الصعبة لسكان الجنوب وبدعم تركي تعمل على اختراق الجنوب الليبي عبر آلية الجمعيات الخيرية التي كانت مصدرا أساسيا لدعم الجماعات الإرهابية. طيب حضرتك شايف ايه الوسائل اللي ممكن تكون قطر وتركيا بتستخدمها ل يعني تأجيج الداخل الليبي واشعال الصراع و الحفاظ على حالة العراق اللي موجودة في بعض المناطق خصوصا في الجنوب الليبي؟ يعني أنا أحترم تقرير القناة، ولكن هو ليس جنوب فقط بل في ليبيا كلها. يعني أنا بس بما أن الجنوب هي المعركة الآن، الأهم الحالية، لكن كانت في معركة قبلها في بنغازي، في معركة قبلها في درنا طبعاً، وفي معارك أخرى في 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 غرب البلاد. الدعم الذي يصل للإرهابيين عن طريق إرهابي ليبيين داخل الوطن يأتي عن طريق البحار ويأتي عن طريق الأجواء، عن طريق الطيران. مطار مصراتة إحدى مدن ليبيا طبعا، لأن أنا لما أتحدث عن مصراتة لا أتحدث عن أهالي سكان مصراتة، ولكن أتحدث عن عصبة معينة مجرمين إرهابيين سيطروا على المدينة بالسلاح بمسميات كثيرة، ثوار ما ثوار وإسلاميين وما إلى ذلك، سيطروا على المطار وسيطروا على الميناء. أصبح الدعم التركي يصل مباشرة إلى هذه المدينة عن طريق أنقرة، وينقلون الجرحى من الدواعش ومن الإرهابيين ويتم علاجهم في 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 تركيا. دولة اليونان يعني احتجزت باخرتين محملات بالسلاح قادمة من تركيا. الشهرين اللي فاتوا كانت في باخرة جاية محملة بالسلاح وتم ضبطها في مدينة الخمس، في ميناء الخمس، آتية من تركيا. الدعم القطري يا دكتور، دعم سواء كانوا داعمين، الدعم القطري والتركي بالمال وبالسلاح، لأن ليبيا دولة كبيرة، حدودها كبيرة، أجواءها مستباحة، ولا توجد رقابة لا سواء على المواني ولا على الأجواء، لأن لا توجد غياب، هنا غياب للدولة تماما وغياب للسيادة، سيادة لليبيا. الدعم
أصبح بشكل يومي، سواء كان مقاتلين سواء كان لوجستيسي أسلحة، حتى الأكل يأتي من قطر ويأتي من تركيا إلى 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 ملاذ الإرهابيين. أضف إلى ذلك الجنوب الليبي كله، يعني قطر حاولت أن تستدعي مجموعات من يعني تلعب على وتر الأعراق، وسدعت ناس من يعني مش من العرب، من تبو من كذا والطوارق على أساس أنهم تعمل لهم مصالحة وتعمل ما إلى ذلك، ولكن في حقيقة الأمر هو الدعم، يعني وصولهم إلى الدوحة ما هو إلا دعم ليهم، يعني كيف هم يثيروا يعني الزعزعة في الجنوب الليبي. ولكن هذا كله يعني أحلام القطريين والأتراك من أجل زعزعة ليبيا انتهى بولود القوات المسلحة العربية الليبية على رأسها القائد العام مشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر حفظه الله ورعاه. انطلقت عملية الكرامة من بنغازي في 2014 وبدأ بتحرير مدينة بنغازي، أخذت منها الوقت وجهد كثير. كذلك درنا تم تحريره، وانتم شفتوا الإرهابيين الموجودين وفيهم منهم من إخواننا من 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 مصر، كيف عشماوي مع عشماوي وما الى ذلك. انطلقت العمليه الى الجنوب. الجنوب بالامس القريب يعني تم تحرير مدينه مرزق كامله، والان تتجه الى بعض المناطق البعيده في الصحراء. الوجهه الاخرى ان شاء الله الجيش عندما يؤمن ظهره سواء من الشرق ومن باقي الحدود كالنيجر وتشاد وما الى ذلك، سيتجه حتما الى طرابلس، لان البؤره الاساسيه اللي موجود فيها الارهاب والموجودين فيها جماعه الاسلام السياسي والمسيطرين عليها الميليشيات بقوه السلاح هي العاصمه طرابلس. والعالم لا يرى ليبيا بنغازي ولا يرى ليبيا سبها ولا يرى ليبيا كذا، يرى ليبيا هي العاصمه السياسيه للبلد. أضف إلى ذلك إن العاصمة نفسها لا زال الأتراك والقطريين يصلون ويجولون فيها، يعني الأتراك القطريين ساهموا في عمليات التعذيب للليبيين. على سبيل المثال مدينة تورغا التي هجرت من في أبان 2011 نظرا لموقفها السياسي ووقوفها في صف العقيد الراحل معمر القذافي، تم تهجيرهم. القطريين كانوا يعذبوا فيهم وكانوا من أبناء الجلدة الليبية. المخابرات القطرية والمخابرات التركية أشرفت على التحقيقات مع ضباط من الجيش الليبي، يعني أرشيف ليبيا كل اللي كان موجود في باب العزازية عند معمر القذافي انتقل سلم عبد الحكيم بالحاج لقطر. قطر من البداية الأولى وتركيا أدوارهم مشبوهة، لم يعني يعملوا يوما من أجل يعني حفظ الأمن أو مساعدة الشعب الليبي بقدر لعبهم لتنفيذ الأجندة أو تنفيذ المؤامرة الدولية بما يسمى داعش، التي صنيعة مخابرات دولية قامت بدعمها. والآن قطر وتركيا فاتحة أبوابها إلى كل من صال وجال من أجل يحمل هذا الفكر أو يحمل في طياتها مشروع هذا التنظيم، موجودين الآن في تركيا. تركيا هي من تصدر الإرهاب للوطن العربي. قطر هذا يعني حتى القطريين يعني الشعب القطري شعب طيب وشعب عربي، ولكن الأسرة الحاكمة الفاسدة أسرة تميم وأبوه، هؤلاء أصبحوا سرطان يعني مزروع في قلب الأمة العربية. وهذا السرطان يعني بجانبه قاعدة أمريكية عندها حماية أمريكية، ولكن يعني كيف ما قاطعت مصر وقاطعت السعودية وقاطعت البحرين العلاقات مع 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 هذه مع مع السلطة العائلة الحاكمة في 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 قطر، نتمنى من كل العرب أن يقطعوا صلتهم وعلاقتهم بهذا الجسم المريض الذي يحكم والذي جاثم هو الآن على 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 الشعب القطري. أضف إلى ذلك أن تركيا يعني لن تترك العرب، لأن طيب أردوغان يرى في نفسه هو الأمير، هو الخليفة للمسلمين. قيادات وسواء كانوا من ليبيا أو من مصر أو من كل أصبحت ملاذ آمن. التموين يعني بالإعلام، يعني الآن توجد مثلا قناة النبأ الليبية الإرهابية التي يقودها عبد الحكيم بالحاج أحد مجرمي محبوسي غوانتنامو، موجود في تركيا. علي الصلابي الزعيم الكبير لجماعة الإخوان المسلمين يقيم بين تركيا وبين قطر. المفتي المعزول الذي يبيح ويجيز بقتال الجيش الوطني الليبي مقيم الآن في تركيا. تركيا لن ترفع يدها عن ليبيا، لأنها تركيا تريد ليبيا منطقة عدم استقرار لكي تحارب وتهدد بها الأمن القومي المصري أو لدول الجوار.
الإعلام كذلك. يعني قطر لدينا قناة ليبية اسمها قناة ليبيا الأحرار تبث من داخل قطر، وكلهم يعني يبثون السموم وينتهجون نهج قناة الجزيرة من أجل زعزعة الاستقرار، ولكن هم يعني يبدو أنهم تناسوا أن الشعب الليبي فاق من الغيبوبة اللي كان عايش فيها، وشاف إنجازات الجيش الوطني الليبي الذي يسطر أكبر ملاحم التاريخ. عايزين نتكلم شوية عن نجاحات الجيش الليبي في مواجهة حالة العراق اللي موجودة، سواء في الجنوب الليبي الآن أو في المعارك القادمة في شرق ليبيا. الجيش الآن يحقق انتصارات، يعني الجيش بدأ بمئة، ويعني هذه العملية التي قادها المشير كان حرب خيبة بقاسم حفتر بدأت بمئة وخمسة عشر فرد، يعني يد تحارب ويد تبني. يعني أثناء مرحلة الحرب التي قامت ضد هؤلاء الإرهابيين تخرجت دفعات من الكليات العسكرية الليبية. الآن الجيش الليبي قوامة يعني يتعدى 50,000 عسكري، كل من كان موجود يعني تحت المنظومة العسكرية حتى اللي كانوا في النظام السابق، الكل التحم بهذا المشروع، والكل التحم بهذه المؤسسة التي أصبح يشهد لها العدو قبل الصديق. إنجازات درنا واضحة، يعني بنغازي الآن تنعم بالأمن والأمان، الجنوب ليهم أقل من شهر موجودين في الجنوب وكل يوم يحققوا فيه انتصارات، وقتلوا الكثير من الإرهابيين ومسكوا مسك اليد كثير من الإرهابيين، وكذلك المعارضة الشادية. منطقة الجنوب هي يعني أصبحت معبر للهجرة الغير قانونية، معبر لتجار المخدرات، وممر آمن للجماعات الإرهابية لدخول ليبيا سواء عن طريق الجزائر أو عن طريق النيجر أو عن طريق تشاد. أضف إلى ذلك كانت هناك يعني جزء كبير من الأراضي الليبية مسيطر عليه من قبل المعارضة التشادية، المعارضة لإدريس دبي كانت موجودة في الصحراء الليبية، والآن تم دحرهم وتم سحقهم، منهم من دخل إلى الحدود التشادية واستلموه التشاديين، ومنهم من تم سحقه على 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 أرض وطن. الجيش هنا لا يوجد لديه خيار العفو او الصفع، او هو داخل الان في حرب، وهذه الحرب هي حرب مقدسه من اجل تطهير ليبيا من براثن الارهاب، وكذلك عوده ليبيا الى مصاف الدول، وكذلك من اجل يعني 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 سياده هذا الوطن اللي الان اصبح منتهك واصبح يعني لا يملك السياده. احنا ابتلانا الله سبحانه وتعالى بحكومه عميله موجوده في طرابلس يقودها فايز السراج، هذه الحكومه تدين كل أعمال الجيش الوطني الليبي، هذه الحكومة لا تعترف بوجود جيش وطني حقيقي يحارب الإرهاب، هذه الحكومة مسيطر عليها من ميليشيات، ويحركها الريموت القطري والريموت التركي بتعليمات دول أخرى كبرى. لذلك هو الأمل الوحيد اللي هو الجيش الوطني الليبي مهما يعمل إعلامهم سواء كانت الجزيرة أو الأحرار الأشرار أو النبأ القناة الممولة من قطر، الشارع الليبي يعرف جيدا ويعي جيدا أن طوق النجاة الحقيقي للليبيين وطوق النجاة الحقيقي لاستعادة سمعة وهيبة ليبيا أمام الدول هو الجيش الوطني الليبي الذي الآن يقارع الأرهاب في حربه المقدسة. هل النجاحات اللي حققها الجيش الليبي حتى الآن هي نجاحات كافية، أم هناك حاجة لتطوير شكل المعارك والخروج إلى جيوب وبؤر أكبر؟ يا سيدي، البؤر الكبرى كانت موجودة في درنا وفي بنغازي في الشرق الليبي عفوا، الجنوب لان الجنوب يعني على حدود، انت لديك حدود، يعني ما يجيش يفتح معركه في طرابلس، الجنوب عندك الحدود التشاديه وحدود النيجر والنيجر تشاد والنيجر والسودان، يعني مصر 1115 كيلومتر حمياهم مصر تمام، لكن النيجر والعداله والمساواه والمعارضه التشاديه الابواب مفتوحه. الان الجيش امن الجنوب الليبي، طرابلس الجيش حيدخلها فاتح من غير اطلاق ولا رصاصه واحده، لان الشارع طرابلسي واهل طرابلس كلهم يتعطشون لملاقات الجيش الوطني الليبي. من هم موجودين في طرابلس لن يقاوموا طرابلس، سيفرون من العاصمه. الجيش قلت لك اخذ شرق البلاد واخذ الجنوب كله بالكامل، معركة طرابلس ما هي إلا معركة ساعات أو أيام، وأعتقد أنها لن تكون فيها خسائر كبيرة، وسيدخلها الجيش يعني فاتح بإذن الله، وسترى أنت الأيام القادمة كيف يتحرك الجيش بخطة ثابتة. المشير القائد العام لا يتحرك يعني كثير الصمت، يستمع وينفذ في خطط
مدروسة صحيحة، لا ما يتحركش من هون لخطوة إلى خطوة أخرى إلا لما تكون مدروسة 100%، حتى وإن أخذت منا الوقت، ولكن لكي لا يدخل حرب خاسرة. وهذا باحترافهم هم وباحتراف حتى مخابراتهم الدولية، أن من هو في الرجم القائد العام رجل يشتغل بأربع عقول ولا يشتغل بعقل واحد. هنا لا أمجد المشير ولا لا، لكن أفعاله إنجازاته على الأرض هي من تجعلنا نحكي الخير ونحكي كلام الطيب في حقه يعني. فطرابلس لن تكون معركة كبرى، طرابلس سيدخلها جيش فاتح. الآن البيانات تصدر من 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 غرب طرابلس، من الزاوية ومن صرمان ومن غريان، كلهم مؤيدون ومرحبون بدخول الجيش الوطني الليبي. لو الجيش الوطني الليبي دخل مدينة الزاوية 40 كيلو على العاصمة في الغرب، الزاوية هي بوابة طرابلس، وهذا إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله تعالى. طب إلى أي مدى النجاحات دي ممكن تكون بتصيب قطر والدوحة بالإحباط أو بتعطل؟ هي قطر هي المشروع القطري انتهى في بنغازي وانتهى في درنة والتركي، والآن ينتهي في الجنوب. يعني هم الآن مصيبين مش بخيبة أمل. يعني أنا قلت لك النتائج أو الطموحات أو الأهداف اللي حققها الجيش الوطني الليبي يعترف بها العدو قبل الصديق، وهم يعلمون جيدا. يحاولوا يسلطوا آلاتهم الإعلامية، حاولوا يلعبوا بمن هم موجودين في غرب البلاد، حاولوا بأقصى ما لديهم بدعمهم بالسلاح والعتاد، ولكن الجيش حقق هذا الانتصار. وهم الآن في تركيا وقطر، يعني في ليبيا أصبحوا موتى سريريين، يعني لا يوجد لهم مكان ولا يوجد لهم. مجموعة ضالة من الإخوان المسلمين والجماعة الليبية السلمية المقاتلة أعطوهم الجنسيات ويراهنون عليهم في 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 خلط الأوراق في ليبيا، ولكن بدخول طرابلس كل شيء ينتهي، يعني كله إلى زوال. طيب قطر وتركيا بتستضيف قادة الإخوان وبتستضيف الصديق الغرياني المفتي السابق، موجودين على أراضيها وفي صمت دولي تجاه تلك الممارسات. يعني وضع المجتمع الدولي في ظل مثلا خروج بعض يعني من الفتاوى من الغرياني للحرب ضد الجيش الوطني الليبي. نعم سيدي، نحن لا ننتظر خير من المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي هم من وضعنا في هذا الحال. المجتمع الدولي يعني في يقدم احيانا يدين اعمال الجيش الوطني الليبي ضد الارهاب بحجه المدنيين وبحجه الاطفال وبحجه حجج كثيرة، وهو يعرف جيدا ويعي جيدا أن هناك جيش حقيقي يقاتل الإرهاب، ولكن ما يصدر عن الجماعات الإسلام السياسي أو الجماعات الليبية المقاتلة يغض النظر عنها، لأن هم يريدون خلق هذه البؤر، لا يريدونها أن تنتهي، بل بالعكس هم يريدون وجود هذا المشروع المخابراتي الدولي الصهيوني من أجل زعزعة المنطقة العربية. يا أخي في سوريا مخابرات الأمن العراقي قادة داعش عرب مسكوهم بالأمس، فرنسيس، ألمان، إنجليز، أسبان ولا لا، بلجيكيين ولا لا، وهم قادة شنو؟ وما هم مش مسلمين، يعني أصبح كانوا هم عايزين يحاربوا الإسلام بالإسلام، ولكن القادة اللي تم ضبطهم، والآن كل الوسائل العربية تتكلم عنهم، حتى الأسامي مايش أسامي عربية، أساميهم مايش أسامي عربية. يعني هذا مشروع هم زرعوا لنا من أجل تدمير الأمة العربية والإسلامية لكي تنشأ إسرائيل. هذا المشروع أحبط. هم يحاولوا بقدر الإمكان استخدام قطر وتركيا تمويل وعتاد من أجل زعزعة الاستقرار الأمني والمجتمعي سواء كان في ليبيا أو في دول الجوار. والهدف كيف ما قلت لك من بداية معرض حديثي هي مصر، يعني مصر تعاني الأمرين، يعني من قطر ومن تركيا وكذلك من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يبي يركع مصر، لأنه يعرف أنه لو مصر ركعوا مصر الأمة كلها هي هتركع، ولكن مصر إن شاء الله تبقى شامخة صامدة بفضل قيادتها الحكيمة وبفضل شعبها العظيم في محاربة كل المؤامرات التي تستهدف الأمة العربية وتستهدف الأمة الإسلامية جمعاً. أخيرا لو حابين نوصل خط ما بين الفتاوى اللي بتخرج من الغرياني والفتاوى المشابهة للقرضاوي، واحد سيام، لأن هم الاثنان اثنانهما موجودان في نفس المدرسة، يتلقيان تعليماتهم من تركيا ومن قطر، وهم موجودين الآن في قطر وأخذوا جنسيات القطرية اثنانهما، وواحد موجود في قطر والثاني الآن موجود في 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 في, في تركيا. هذا الفكر الإرهابي، هؤلاء جندوا يعني في آخر أعمارهم، كانوا حاملة كتاب الله وكانوا ناس يسمحهم الناس،
في آخر أعمارهم ظلوا عن الطريق الحق وجندوا وارتهنوا أنفسهم لجماعات ولتنظيمات إرهابية ممولة من الخارج وبمقابل مال. هؤلاء لا تهمهم أوطان ولا يهمهم دين ولا يهمهم شرف ولا يهمهم عرف. دكتور حسين الشارف الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، شرفتنا وأهلا بك دائما في مصر. أهلا وسهلا بك. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكرك حضرات السادة المشاهدين على متابعتكم في هذه الحلقة من نقاط ساخنة. شكرا جزيلا لكم ودمتم في أمان الله. سالمين.